البرنامج برعاية الخبير المالية. أهلا بكم من جديد في حلقة جديدة من حديث المملكة، معي أنا راشد الفوزان. في هذه الحلقة نتناول معرض الكتاب في المملكة الذي يعتبر هو الأكبر في تاريخ المملكة. أيضا كورونا من جديد وصلت لأقل المستويات في الإصابات والأعلى في اللقاحات منذ بداية الجائحة. والآن في جولة سريعة مع أهم الأخبار الأسبوع الماضي. وزير التجارة: صادرات الغير نفطية تقارب 255 مليار ريال في العام، وهي الأعلى في تاريخ المملكة، والتستر التجاري ينهش في اقتصاد المملكة منذ عقود. طبعا الاقتصاد المملكة الآن في حملة كبيرة جدا على موضوع التستر التجاري، يمكن تطرقناه في حلقات سابقة، فهو يعتبر أولوية مهمة وكبيرة بالنسبة ل المملكة. شركة جدوى تتوقع الإيرادات النفطية في عام 21 أن تصل إلى 563 مليار ريال بارتفاع 36% مقارنة ب 2020، والمصروفات 990 مليار ريال بعجز 67 مليار، والتقديرات 85 مليار. طبعا تتحدث شركة جدوى عن نهاية العام الحالي اللي هو 2021، وكانت النتائج المالية أعلنت من خلال وزارة المالية في الأيام الماضية عن تحقيق أرقام بأفضل من التوقعات بالنسبة للربع الثالث. ارتفاع تحويلات الأجانب إلى أكثر من 13 مليار و700 مليون خلال شهر أغسطس الماضي، وتحويلات السعوديين ترتفع إلى 5.7 مليار ريال. طبعا هذه التحويلات هي تعتبر للعاملين في المملكة، وتعتبر الأرقام تقريبا الآن شبه مستقرة أو تنخفض قليلا بسبب انخفاض العمالة الأجنبية بسبب عمليات الإحلال. أخيرا ويمكن من أهم الأخبار اللي تداولت في الأسبوع الماضي، هي صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي بعد طبعا عمليات مفاوضات أخذت وقت، وبالتالي حصل صندوق الاستثمارات العامة أو استحوذ صندوق الاستثمارات على نادي نيوكاسل الذي تم تأسيسه من عام 1892 ميلادي، تقريبا يقارب 130 سنة، ويعتبر ثاني أو سابع الأندية في الأندية الإنجليزية من ناحية البطولات والأكثر شعبية. يعتبر تجارب الناجحة للاستثمار في الأندية الإنجليزية كانت موجودة، ويتوقع صندوق الاستثمارات العامة أن يحقق نجاحات متوقعة كبيرة، خاصة بقوة واستثمارات الصندوق التي دائما تبحث عن الفرص الحقيقية. فكرة أكبر ومساحة أكبر للاختيار، التنوع، أعرف أكثر عن الدور، عن الكتب. يهمني بعد أنه بحكم أني جاي عشان بنتي، إيش المناسب لها. العمر الخاص فيها كثير حرج، فمو كثير دور تهتم في العمر هذا بالعمر هذا المناسب لها، فأنا يهمني أني أكون موجودة أعرف أكثر، خاصة أنه كل المكتبات موجودة، كل الدور موجودة، فيختصرون علي وقت. والله حاليا مهتم مجال اللغات تقريبا، ف 80% من الكتب اللي كنت أبيها حصلتها، هذه ثالث زيارة لي. أكثر شيء لفت انتباهي في المعرض تنظيمه، كبره ما شاء الله ضخامته، تنوع دور النشر، تنوع دور النشر بالمنشورات، كتب جدا جيدة. لسه ما صار لي ساعة وعندي شعور أنه بجلس 5-6 ساعات كمان. في كتب إنجليزية فرنسية، وصلنا للكوري حتى. أنا أهتم مرة بالعلم النفس ولغة الجسد وكذا، يعني للحين زي ما قالت إن بساعة واحدة تقريبا كل اللي دخلنا عليهم وفروا لي كم هائل من هذه الأنواع.
في معرض الكتاب الذي تم في المملكة العربية السعودية، هو كان طبعا يعتبر أكبر معرض في تاريخ المملكة. في هذه الحلقة استضيف الأستاذ أحمد بن عبد العزيز صقر، وهو مساعد رئيس مركز الخليج للأبحاث. مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا فيك أستاذ راشد وفي المشاهدين. يا هلا بك. خلنا في البداية دكتور نعرف وش الفرق بمعرض الكتاب هالمرة، يعني طبعا احنا مرينا بأزمة كورونا يمكن ما كان فيه أي فعاليات أو أحداث أي إن كانت اقتصادية أو اجتماعية وغيرها، لكن جينا في معرض الكتاب وبدأ بشكل كبير حتى وصف أنه بأنه الأكبر. ودي تعطينا نبذة عن المعرض، وش الأكبر اللي كان من أي ناحية، من العارضين، من المكان، من الكتب، في إيش؟ واضح. أولا السنة هذه طبعا معرض الكتاب جاء بعد أحداث كورونا، وكان العالم يمر بظروف استثنائية، فكان في تحدي أصلا أن كيف الناس، هل حيكون في إقبال على المعرض أو لا. المعرض السنة هذه لما وزارة الثقافة تولته بقيادة سمو الأمير بدر كان شكله مختلف، حيث ولت ناس مختصين فيما يخص موضوع الكتاب والأدب والثقافة. السنة هذه هو كان استثنائي، لأنه للأمانة تسمية معرض هي تسمية تختزل فعالياته، هو أشبه بمهرجان، حيث هو كان شامل لمعظم الأمور الثقافية. كان في ورش عمل لطبخ، كان في أمور وأمسيات شعرية، كان هناك ندوات حوارية، روائيين، جاء مؤتمر ناشرين. فهو من هالناحية كان هذا الشيء الفريد من نوعه فيه، وكان مختلف على كافة كل معارض الكتاب اللي قامت قبل كذا في المنطقة. أيضا كأول مؤتمر ناشرين متخصص قام السنة هذه في معرض الكتاب، وكان أيضا لمدة يومين، وجو ضيوف دوليين من دول مختلفة، من أمريكا، من سويسرا، من بريطانيا، من سكوتلندا. فكان في إقبال مختلف، في نوعية مختلفة، في حماس، في رغبة، في جناح متخصص كامل لأنشطة الطفل. هل تشوف أن الإقبال دور النشر على المعرض الكتاب هو من باب تجاري ولا من باب ثقافي، ولا من أكثر من، خلنا نقول، زاوية أو أكثر من مجال لكسب عملية الانتشار؟ هل هو في نمط تجاري في معرض الكتاب ولا ما في نمط تجاري؟ طيب، أنت كما تعلم المملكة سوق ثقيل ودولة اقتصادها قوي وفيها قوة شرائية عالية. السنة هذه أكثر من 1000 دار نشر شاركت من 28 دولة، وحتى في ناس ما لحقوا شاركوا السنة هذه ومتحمسين من الآن للسنة القادمة. طبعا دوائر النشر تختلف، في ناس فعلا هم لهم هدف تجاري، وفي ناس والله لهم تاريخ طويل في النشر والناس تجيها لنوعية مؤلفاتها. السنة هذه اللي صار في المعرض في توزيع دوائر النشر كان في هدف من 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 الدكتور محمد علوان رئيس هيئة الأدب والنشر والترجمة، إنه ما نبغى نقسم الدوائر النشر حسب طبيعة نشاطها. ودنا اللي يكون مثلاً مهتم في التاريخ تطيح عينه مثلاً في شيء له علاقة في الترجمة أو شيء له علاقة بالفن في دار نشر مجاورة للي هو راح يقوم يأخذ منه. وهذا سبب ربما يعني، والهدف إنه كان نبغى أكبر عدد من الناس يمشون في المعرض ويكتشفونه. طبعاً لا يلغي ذلك إنه نعم في ناس أكيد يجون بهدف تجاري، وربما في ناس حتى كان يعني عندها ملاحظات هل السعر صحيح أو غير صحيح، وهذه كلها أتوقع يعني تم يعني أخذ العين الاعتبار فيها. طبعا لازم نذكر شيء، أنه يعني سمو وزير الثقافة الأمير بدر الدعم الأول للناشرين أمس أعفاهم من القيمة الإيجارية. يعني السنة هذه كافة دوائر النشر أخذت معارضها وأعفيت من الرسوم تقديرا لظروف الجائحة. طيب دكتور أحمد، الآن عشان نكسب الوقت بس، هل الكتاب لا زال بقوته، بحضوره، لإقبال عليه، برغم أنه الحين تغيرت الصيغ، يعني الكتاب الإلكتروني، الكتب والتطبيقات والبي دي اف وغيرها، من اللي أصبحت الآن كلها تقريبا إلكترونية، أنك تكون مكتبتك من خلال هاتف جوال، الزخم اللي في المعارض لا زال موجود، من وين يكتسب هذه القوة؟ طبعا أهواء الناس تختلف، يظل في الناس محبين اللي يروحون للدوائر النشر ويشترون الكتب الورقية ويقرون عليها، وعلى ما قالوا حتى يأخذون ملاحظاتهم فيها. طبعا أيضا في نفس المعرض متاح أنك أصلا تأخذ النسخة الإلكترونية. هذه سوقها موجود وقاعد يكبر السوق الإلكتروني، لكن ما زال محبين الكتاب الورقي. يعني معرض الرياض خصوصا أثبت لنا ذلك، يعني في يوم من الأيام أكثر من 80,000 اللي يعني ما صار مصير زي مصير الصحف.
لا لا لا، لسه الكتاب ما زال صامد مقارنة بالصحافة الورقية، ما زال صامد. وأتوقع أنه لسه في باقي له صمود، حتى لو النسخ الإلكترونية أو الديجيتال بوكس يعني أخذت حتاخذ حصة أكبر في المستقبل، إلى الآن ما زال فعلا اللي شفناه في صمود وفي رغبة وفي شغف من الناس للحصول على الكتاب الورقي. طيب دكتور أحمد، هل تشوف الجيل الجديد من الشباب يعني من الجامعة أو حتى يعني خلينا نتكلم على الجيل، خلينا نقول الجيل 2000 وطالع تقريبا، هل لازال عندهم نفس الإقبال والقوة على الكتاب، أم أنه صاروا من يقرونهم الجيل إذا صحت التسمية الجيل القديم؟ نعم والله للأمانة في المعرض كافة الأعمار موجودة، حتى الأعمار اللي هم خلينا نقول جيل الألفية من 2000 وطالع تواجدوا، أخذوا كتب، بل شاركوا في المسرح في أسئلة للضيوف وأسئلة جريئة وجميلة كانت منهم، يعني كشباب سعودي ترى طموحه فين يبغى يوصل. أنا في نقطة كمان أبغى أضيفها إذا تسمح لي أستاذ راشد، للعلم المعرض اللي تشوفوه هذا من أنشطة في برنامج المسرح أو ورش العمل أو الأنشطة الثانية المصاحبة في مسرح جامعة الأميرة نورة أو مسرح الملك فهد الثقافي، جل من عمل عليهم شباب وشابات سعوديين. اللي يجي المعرض راح يلحظ ذلك بنفسه، لا في التنظيم لا في إقبال، لا في حتى تحضير محتوى الجلسات، يعني ربما المعلومة مو الكثير يعرفها، أنه أغلب اللي اشتغلوا إن لم يكن معظمهم نعم كانوا شباب وشابات سعوديين بشغف وطموح ليس له حدود، بل أنهم يعني ربما قاعدين يتناقشون الآن ما إيش يقدمون للناس السنة القادمة، أنه سقف الناس ارتفع والناس كانت سعيدة على كل الملاحظات اللي ممتاز. يعني هذه التفاعلات كانت تعتبر كبيرة وعالية بالنسبة للشباب. دكتور شكرا لك دكتور على هذا الحوار وعلى هذه المعلومات اللي فتنا فيها عن معرض الكتاب. شكرا للدكتور أحمد. أشكرك على الاستضافة. أشكرك الاستضافة أستاذ راشد. شكرا لقناة CNBC. شكرا لكم الله يحفظكم. شكرا. انتهى الجزء الأول من حديث المملكة، وفي الجزء الثاني نتحدث عن أزمة كورونا من جديد، لكن في هذه المرة الانخفاض الحاد في الإصابات والارتفاع في اللقاحات. هذا البرنامج برعاية الخبير المالية. هذا البرنامج برعاية الخبير المالية. أهلا بكم من جديد. الأمن والسلامة من المسائل الرئيسية التي تساعد في دعم عجلة التنمية في مختلف القطاعات ولا سيما الاستثمارات الصناعية. ومن هذا المنطلق ركز المؤتمر السعودي الدولي للسلامة الصناعية ومنع الخسائر الذي يقيم في الرياض مؤخرا على تطوير هذا القطاع، لا سيما في المنشآت الصناعية والنفطية التي تنتشر على أرض المملكة. التفاصيل في التقرير التالي. تشكل مفاهيم وإجراءات الأمن والسلامة ركنا أساسيا عند الحديث عن العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة، لا سيما مع تنامي عدد المنشآت الصناعية القائمة في السعودية بنهاية شهر أغسطس الماضي لتصل إلى 10,159 مصنعا، كما يتزايد الاهتمام بالأمن والسلامة في المنشآت النفطية والتي تتبع معايير عالية لسلامة العاملين بها. وضمن هذا السياق أقيم في الرياض المؤتمر السعودي الدولي للسلامة الصناعية ومنع الخسائر، والذي تنظمه الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية. من أهم أهداف المؤتمر تعزيز الدور التشريعي للسلامة الصناعية ومنع الخسائر في المنشآت البترولية والصناعية التي تمثل ركائز الاقتصاد الوطني، وكذلك يهدف المؤتمر إلى إبراز الدور الريادي للمنشآت البترولية والصناعية في المملكة وفق مستهدفات وأهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى نقل والمعرفة وتبادل الخبرات ما بين الخبراء المحليين والخبراء الدوليين في هذا المجال. وناقش المؤتمر قضايا القيادة والإدارة في مجالات السلامة والتصميم الآمن وكود البناء والتفتيش في مجال السلامة ومنع الحرائق، وكذلك الاستعداد والتخطيط للحالات الطارئة وإدارة الأزمات، وأيضا استمرارية الأعمال. كما أقيم معرض مصاحب عرضت فيه الشركات الحاضرة تجاربها وتقنياتها وأساليبها في تحقيق الأمن والسلامة لمنشآتها. نحن سعيدين جدا بشراكتنا الاستراتيجية مع الهيئة العليا للأمن الصناعي،
وشركائنا في العالم لتنظيم المؤتمر الأول للسلام ومنع الخسائر في المملكة العربية السعودية بصفتها عاصمة النفط. الحقيقة مشاركتنا امتدت قبل عدة شهور في تنظيم وعقد المؤتمر هذا وجلب الخبرات التي سوف تضيف إن شاء الله لهذا البلد المعطاء الكثير ورفع مستوى السلامة لدى الجميع. وتبقى الإجراءات والأدوات الصحية هي صمام الأمان لتحقيق السلامة لكافة المنشآت واستمرار عجلة الاقتصاد السعودي. عطل الشمري، CNBC عربية، الرياض. في الهوية حرصنا على تدشين مفهوم التحول، التحول اللي نعيشه اليوم في المملكة العربية السعودية، سواء التحول من الاعتماد على النفط إلى تنويع مصادر الدخل، والذي بالتأكيد اليوم الصناعة والتعديل لها مساهمة كبيرة فيها من خلال المساهمة في الناتج المحلي وصولا إلى 15% إلى بحلول عام 2030. أيضا مفهوم التحول اللي نعيشه اليوم في تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية يستخدمها المستهلك، ولذلك حرصنا حقيقة على التركيز على هذا المفهوم من خلال هويتنا الجديدة. فيما يخص استراتيجيتنا المؤسسية، نحن نسعى اليوم أن تكون المملكة جاذبة للاستثمارات النوعية، سواء على مستوى الاقتصاد، على مستوى الصناعة والتعدين. توجهاتنا الاستراتيجية تم الإعلان عنها تتمثل في اليوم جذب الاستثمارات النوعية في القطاعين، أيضا دعم مسار رواد الأعمال وجذب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى خلق الوظائف النوعية في القطاع وصولا إلى مستهدفاتنا في عام 2030، وأيضا استقطاب تقنيات الثروة الصناعية الرابعة وتفعيلها داخل المصانع في المملكة العربية السعودية. وعن كورونا والإصابات واللقاحات، المملكة تصل لمستويات هي الأقل منذ بداية الجائحة، حيث أصبحت الآن في مستويات هي الأقل بتقريبا تصل إلى 30 إصابة إلى 35 إصابة، واللقاحات وصلت إلى ما يقارب 44 مليون تقريبا. وعن هذا الموضوع وعن القطاع الصحي والاستثمار فيه، أستضيف الدكتور عمر بن سليمان العجاجي، نائب رئيس لجنة المنشآت الطبية بغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وأيضا عضو اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف. مرحبا فيك دكتور عمر. مرحبا فيكم وبالسادة المشاهدين. حياك الله. خلنا في البداية نتكلم على يعني المملكة يمكن احتلت المرتبة الثانية في مواجهة كورونا، يعني بتحقيق يمكن أفضل النتائج ويمكن من أفضل دول العشرين، وصلنا لمستويات تقريبا العودة الكاملة. فحنا نتكلم عن القطاع الصحي الآن، هل أصبح القطاع الصحي تقريبا يعمل بكل طاقته في الظروف الحالية؟ نعم، في الآونة الأخيرة الآن في كامل الطاقة ولله الحمد. طيب وش يعني من حكم أنك متابع في القطاع الصحي، يعني السرعة والإجادة في مسألة المواجهة الجائحة، يعني وصلنا لمرحلة تقريبا خلنا نقول يعني قربنا من المناعة المجتمعية الكاملة. نعم. في المملكة وش اللي كانت المفاتيح أو البدايات اللي أوصلتنا لهذا المستوى؟ نعم الحمد لله، هي طبعا بفضل يعني القرارات الحكيمة من حكومة المملكة، يعني وصلنا إلى مستوى قياسي، لأنه من البداية الحمد لله تكونت لجنة عليا خاصة بالجائحة وكانت استباقية، وتحدث عليها يمكن أكثر دول العالم بالأسلوب والطريقة التي انتهجتها المملكة الحمد لله، ونظرا برضه للوعي المجتمع وهو السلاح القوي لعودة الحياة. هذا كله بتضافر الجهود، وتكونت يعني لجنة عليا مكونة من أكثر من 24 جهاز حكومي خاص بهذه الجائحة. من بدأنا من الصفر، الاحترازات من نقل المواطنين من الخارج إلى المملكة العربية السعودية ودخولهم في استقبالهم في الفنادق حتى الاطمئنان على صحتهم وما إلى ذلك. فهذه بالتدرج حتى وصلنا بالأخير إلى التطبيق وإعطاء اللقاحات والحمد لله. طيب خلني أتكلم عادة منك أنت، يعني
داخل في القطاع الطبي كمستثمر كمتابع وكعضو في اللجان والغرف التجارية، هل القطاع الصحي الآن أصبح كاستثمار يعتبر مغري؟ لأني أنا أشوف الحين مثلا يعني ما شاء الله بعض الشركات أو المستشفيات إذا صحت التسمية عندها توسعات كبيرة، يعني ما شاء الله في استثمارات ضخمة، هل هذا يعني انه السوق يعني لا زال محتاج وفي نمو ولا وش؟ نعم انا اعتقد يعني اعتقد وهذا مثبت بالدراسات انه لا زلنا احنا بحاجه الى مستشفيات ومجمعات طبيه نظرا للنمو، يعني التعداد السكاني تقريبا 1.7 كل سنه بيزيد. المستشفيات حتى الان بحاجه الى اسره، المناطق النائية بحاجة إلى مستشفيات ومجمعات أيضا. العائد لهذا الاستثمار عائد مجزي مقارنة بالاستثمارات الأخرى. عالميا دائما القطاع الهيلث كير والإديوكيشن للتعليم هذه دائما من أفضل أو أأمن الاستثمارات اللي موجودة في السوق العالمي. وارتفاع نسب التأمين، وارتفاع طبعا العدد التأمين الآن مؤمن عليه بحوالي أكثر من 11 مليون مؤمن، هذا إلزامي موجود بالقطاع الخاص، وأيضا الخصخصة يعني جاي بالطريق والتحول ورؤية 2030 تأمين على جميع المواطنين، فهذا بيزيد مستقبلا من الطلب على القطاع الصحي. كم معدلات النمو في القطاع تقريبا السنوي؟ من أي ناحية؟ يعني قصدي نمو القطاع من ناحية مثلا خلنا نقول الحاجة كم يحتاج سنويا، هل نمو 10% 5%؟ احنا نتكلم الى تكلم 2030 احنا محتاجين تقريبا 20,000 سرير الآن. يعني كم مستشفى؟ يعني تكلم على يعني تقريبا اكثر من 50 مستشفى المعدل الحالي. المعدل الحالي الان مثلا اذا بسعه كبيره الان والان توسعات اليوم مو فقط احنا نتكلم على توسعات غير السكانيه، ايضا الان في عندنا مناطق اخرى جديده، مدن صناعيه، مدن سياحيه، مثلا عندنا البحر الاحمر، عندنا النيوم، عندنا المدن الصناعيه، في مدن اقتصاديه، هذه كلها تحتاج الى مجمعات ومستشفيات. السؤال الاخير، هل تعتقد انه القطاع الصحي في المملكه يعتبر للمستثمرين جاذب؟ جاذب جدا وبقوة، وأنا أنصح جميع المستثمرين بالاستثمار بهذا القطاع. أيضا المستثمرين الدوليين الخارجيين الآن بدأوا كثير تجينا تساؤلات بالدخول. على حساب المريض؟ لا أبدا هذا نهائيا، طبعا حنا راحة المريض والحرص على المريض أولا. شكرا لك. شكرا لكم. والآن في جولة مع وسائل التواصل الاجتماعي في الأسبوع الماضي، بدءا من 10 أكتوبر لن يظهر بتطبيق توكلنا إلا أصحاب الجرعتين محصن، ومملكة تحصل على الترتيب الثاني عالميا في التعافي من كورونا. طبعا المملكة بدأت منذ البداية في عمليات حماية وأولوية للإنسان في المملكة وللإنسان في المواطن وللمقيم، وبالتالي وصلت المملكة أن حققت أفضل النتائج، يمكن كانت مرتبة الأولى الصين ثم المملكة، وبالتالي عودة الحياة تدريجية سريعا كانت في المملكة حتى كانت من الأفضل في الدول 20. تسجيل أرضين بمساحة 15,300,000 في جدة بأثر رجعي كرسوم أراضي، باعتبار أن وزارة الإسكان طبعا تحصل على رسوم أراضي، وكان هناك طبعا تصنيفات ويجب أن يكون هناك إقرار بكل أراضي تنطبق عليها الرسوم الأراضي، وهذه الأرض تعتبر يعني لم تسجل في وقتها، وبالتالي تم التسجيل بأثر رجعي، وبالتالي التطبيق سيكون كاملا على الأرض. السعودية تحصل على أول رخصة دلالة، يعني زي الديلر بسوق الخضار في جدة. طبعا أصبحت الآن مجالات العمل مفتوحة للنساء بكثير من المجالات، ومنها أيضا سوق الخضار وغيره، وبالتالي هناك أعمال تضاف للنساء وتعتبر مصدر مهم للكسب والرزق. مع بدء قرار توطين المطاعم والمقاهي، الموارد البشرية تضبط عمالة سباكين ومزارعين يعملون في المقاهي والمطاعم. طبعا الآن أصبح هناك تصنيف في الأعمال، بمعنى أنه تأخذ رخصة عمل تعمل بنفس العمل، مهندس مهندس، محاسب محاسب، وبالتالي لا يجوز أن يكون هناك أعمال غير مهنية، بمعنى أن تعمل بدون رخصة وبنفس المجال الذي صرح لك. وصلنا إلى نهاية الحلقة من حديث المملكة، معي أنا راشد فوزان، والمتابعة أيضا من خلال موقع المحطة CNBC عربية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وإنستغرام. مع السلامة.
هذا البرنامج برعاية الخبير المالية.